ايه اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بيكم، بتجدد لقائنا النهارده وحلقه جديده من برنامجكم نور الحياه. النهارده موضوع حلقتنا جديد جدا ومختلف وما اتكلمناش فيه قبل كده، وهنتكلم فيه عن موضوع الطاقه. كتير مننا بنسمع عنها بس طبعا ما فيش حد يعني عارف ايه هي الطاقه، في الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه. انما النهارده هنركز على موضوع محدد وهو العلاج بالطاقه. هل العلاج بالطاقه حقيقه او وهم؟ النهارده هنعرفه مع ضيف اللي منورنا ومشرفنا النهارده، الاستاذ الدكتور احمد رشدي شحاته، استشاري صحه نفسيه وارشاد اسري وتكوين سلوك. ومعانا برضو ايضا النهارده الاستاذه يسرى رشاد. بنرحب بيك يا دكتور احمد، وسعيده جدا ان انا النهارده بنكمل بقيه الحلقات مع حضرتك. وموضوع النهارده فعلا اختيار الموضوع بتاع حضرتك يعني موضوع مهم جدا فعلا يا دكتور، وان شاء الله بس ربنا يبارك لنا في وقت الحلقه وايه ونقول ان شاء الله باذن الله. برحب بيك يا استاذه يسرى معانا النهارده. في البدايه دكتور، طبعا احنا زي ما اتكلمنا احنا كلنا عارفين موضوع الطاقه، في طاقه ايجابيه وطاقه سلبيه، بس في البدايه كده يعني ناخدها الاول واحده واحده كده خطوه بخطوه، عايزين اول نعرف ايه هو مفهوم الطاقه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بشكر حضرتك وبشكر السادة المشاهدين، وأنا من باب يعني الحفاظ على الإيه ما يسمى الآداب الأخلاقية يعني أعتذر ليهم عن التأخير، يعني مع الساعة 5 بعدين دخلنا 5:30. طبعا معلش عشان كان في عطل وكده، طبعا بنعتذر لكل المشاهدين لأنهم فعلا كانوا كل الطاقم المخرجين المصورين، ولكن في ظروف خارجة عن إرادتنا يعني إيه حصل هذا التأخير يعني، فهم مدنيين ليا بالاعتذار. مبدئيا نصبح يعني حضرتك ذوق جدا يا دكتور احمد الصراحه، ربنا يبارك يعني في حضرتك، وسعيد بتواجدي معاكي وسعيد بكل الاخوه المشاهدين ان احنا يعني بنعرض حاجه يتم بها الاسترزاق، يعني الناس بتسترزق وبيضحكوا على الناس بوهم. انا عارف بس يا دكتور الاول الطاقه والطاقه الايجابيه والكلام ده كله، ونشوف بقى الطاقه دي العلاج بيها ده يعني وضعي. احنا عندنا الطاقه، ايه هي الطاقه؟ ايه مفهوم الطاقه؟ الطاقه اتكلم فيها ناس كتير من علماء اللغه زي ابن منظور وزي الجوهري وغيرهم، فقالوا ان الطاقه تعني الطاعه. واستشهدوا بقوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. طب الطاقه هنا ايه؟ هل الطاقه اللي مذكوره في القران طاقه حراريه، طاقه كهربيه، طاقه مائيه، طاقه ايه بالظبط؟ فقالوا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. لغه الطاقه يعني الطاعة، يعني ما تحملناش من الطاعات ما لا نقدر عليه أو نقوم به. إخواننا بتوع الطاقة العلوم بقى والجزء بقى العلم بتاعهم قالوا الطاقة، أنواع الطاقة كثيرة جدا. لما نيجي ندخل من الشق هو فعلا الموضوع متفرع، لما نيجي ندخل إلى الشق بتاعها الاصطلاحي او ما صالح عليه، هنلاقي كل مجموعه من العلماء اصطلحوا على مفهوم خاص بيهم. اللي قال في طاقه متجدده، واللي قال في طاقه غير متجدده، واللي قال انواع الطاقه كثيره مثل طاقه الفحم وطاقه الوقود، وبيعتبر مثلا طاقه زي الفحم طاقه غير متجدده، بمعنى انها لو احترق الفحم ما نعرفش نجدد منه طاقه ثاني، ما ينفعش ناخد منه طاقه ثاني. ومن ثم فان الطاقه تتقسم الى متجدده وغير متجدده، فالمش متجدده اللي هي لما تخلص تنفد تروح خالص نايم، من ضمنها طاقه الفحم. وكان زمان بيستعمل الفحم في اداره السيارات والقطارات والحاجات دي زمان. اصبح عندنا طاقه، تنوع في الطاقه، تنوع في طاقه نوويه وطاقه كهربيه وطاقه طيب احنا لما نيجي نقصد الطاقة بتاعتنا هي ايه؟ بنقف الناس يقولوا الطاقة هي حاجة غير مرئية، ما تشافش. طب ازاي ما شفهاش؟ هو كده ما تشوفهاش. يا عم ازاي؟ طب نقيسها، يعني اللمبة اللي بتنور دي المقاس بتاعها نروح للراجل الكهربائي نقول له دينا لمبة 20 واط، بقيسها بالايه؟ طب ادينا 50، طب ادينا دي قدرتها 90. طب انت الطاقه دي تقيس، يقول لك ما تنقاسش. طب اشوفها ما تنشافش، ما تنشافش ولا تنقاسش. بس انت لازم تؤمن بوجودها. طب يا عم، طب اديني اي علامه، اي اشاره لوجودها. الطاقه بالامبير، الطول نقيسه بالمتر، تمام، الكتله نقيسها بالجرام والكيلو جرام،
طب انت الطاقه بتاعتك دي انت عايز تلبسها يعني هتقول طاقه وتقنعنا بيها لا تنقاس ولا تنشاف. طب ازاي الناس قالوا ايه؟ ما انا مشكلتي انا ايه فعلا بعد هذا البرنامج انا احذرهم لان الواحد زهق من كم الناس اللي بتطلع تتكلم كلام غير علمي وغير منظم بس هو ربنا وهبها شويه لباقه في الكلام. يعني انا بعتبر ايه ان النصاب بتاع زمان بيعرف يتكلم حلو مش شرط يكون معاه دكتوراه او ما ده اللي انا عايز اسال حضرتك لكن بيعرف. طب انت الطاقه دي عباره عن ايه؟ يعني جاي في ناس كتيرين جدا وانا بقول لهم يا جماعه هرفع عليكم قضيه كلكم بدون ذكر اسامي وهكيف التهمه القانونيه مع المحامين بتوعي. هنشوف هل نعملها بقى يعني تزوير في العلم هل ده هم بقى هنشوفها لان انت دلوقتي انت بتنشر حاجه وبتلزمني ان انا اخدها. يعني ايه طاقه سلبيه طاقه ايجابيه وطاقه مكان وجايبين يعني في احداهن تقول لك انا باجي ارش معايا ازاز ميه ورده ورش ميه وليمون وفلفل وكمون وشمر وينسون وخل وليمون عشان ايه؟ يقول لك عشان خاطر ما اعرفش مين كان قاعد الكرسي هنا فتروح الطاقه. طب انت شايفاها تقول لك ما تنشفش. طب نقيسها يا حاجه ما تنقسي ما تنشفش وما تنقسي ولازم اؤمن بيها واعرف ان في طاقه. يعني بتجيني كلام غير منضبط وغير معقول وغير يعني غير منضبط حتى يعني علميا وللاسف يعني مش بس الدعوه هتقام على على امثال هؤلاء وعلى المذيعات والمذيعين واصحاب البرامج الذين يروجون لمثل هؤلاء. احنا قاعدين في كارثه ان كل واحد ليس من ارباب العلم ويبدا بقى طب يجي يا دكتور ويدلي بدلوي قبل الوقت ما يجري بينا كلام قبل الوقت زي ما يجري بينا الطاقه البشريه والتنميه البشريه نقطه معينه يا دكتور قبل الوقت الحلقه ما يجري بينا عايزين بس نوضح نقطه معينه هل العلاج بالطاقه ده وهم او حقيقه ولا مش عاوزين بقى بيستغلوه يا دكتور؟ ما انا هقول لحضرتك هو يعني ايه طاقه عشان اعالج بيها اما انا مش عارف يعني ايه طاقه. يعني لما تيجي اخت فضيلتك الطاقه هي مجموعه ذبذبات عارفه التردد البتاع ده وتلاقي ودلوقتي هنبقى يعني في العلم الطاقه دي عباره عن ذبذبات في المكان. طب انا مش شايفها ما بتنشافش ولا بتتقال ما بتنشاف ولا تنقاش ولازم تصدق ان في طاقه في المكان. انا بقى ممكن اقول لهم مخرج هيستغلوه ولكن المخرج ده يوظف توظيف اخر ايه هي؟ ان مش كل الاشياء يمكن ان نراها ولكن يمكن ان نرى اثرها ولكن لابد ان يكون لها مقياس تقيس به. بمعنى دلوقتي انا عندي سلك فيه كهرباء ماشيه انا بشوف الكهرباء ماشيه لا طبعا لكن ارى اثرها في ايه؟ في اللمبه لما تنور صح. يبقى انا رايت الطاقه في ايه؟ في ضوء المصباح الكهربائي عندما اضاء. طب قوته وضعفه ده المقياس بتاعه. هنركب لمبه 20 30 60 170 100 يبقى هنا ما شفتش شفت اثرها لم ارى التيار الكهربائي وهو ماشي في السلك لكن استطعت ان ارى نتيجته او اثره اكيد صح. فممكن هنا لما يكون واحد مريض نفسيا او عنده مجموعه من الامراض النفسيه يا جماعه حولوه لاستشاريين بتوع الصحه النفسيه ما تقوليش طاقه وتقعد تجيب واحد يقول لك انا هعالجك هتعالجه بايه؟ اما انت اساسا لا تدرك ايه يعني طاقه ولا معنى طاقه هتعالجه بايه لما انت مش عارف انت هتعالجه بايه اللي هي مش معترف بيها ومش متعارف عليها ولا تعرف تعرفها لي. يعني انا مريض طاقه هتعالجني بالطاقه ازاي؟ انت عارف عندي ايه؟ سلبيه. تيجي تدخلي ازيك يا اختي فلان مال جوزك؟ تقول لك سلبيه. سلبيه يا اختي؟ تقول لك عندي طاقه سلبيه حبسها جوه في الاوضه اللي جوه عشان سلبيه دلوقتي عندي طاقه ما حدش يجي جنبه. الضيفه بقى اللي معانا النهارده دكتور شابه صغيره يعني ده كده بالله معانا هي عملتها يعني انت النهارده معانا يا يسرى بما انك بقى من الشباب تقول لنا ايه رايك في الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه؟ انا اتفق في الكلام ده يعني انا ممكن ادخل مكان احس فيه طاقه ايجابيه وده بيبقى بناء يعني انت فعلا بتؤمني بموضوع الطاقه يا يسرى؟ جدا. طب معانا بقى طرف محايد وطرف مؤيد طب ايه الموضوع يا دكتور؟ ما انا بعتبر يسرى وامثالها من الجيل اللي هو خدها يعني انا اعرف انها قارئه جدا يعني هي قارئه يعني ما هي بتقول لي هي بتؤمني يعني بالموضوع يا يسرى يعني انت بتؤمني فعلا في طاقه ايجابيه وفي طاقه سلبيه بتؤمني فيها فعلا؟ ايوه طبعا. طب ازاي بقى يعني انت قولي لي حاجه كده مثلا او في حاجه مثلا دلوقتي في جروبات الفيسبوك ما بيننا احنا واصحابنا مثلا كل واحد داخل لا انا متضايق انا مش عارف اذاكر انا مش عارف اذاكر الماده دي فبالتالي احنا حتى لو احنا فاهمين الماده دي وبالنسبه لنا سهله لا جالنا طاقه سلبيه ان الماده دي لا وحشه احنا مش نعرف نحلها زي كذا كذا كذا. الموضوع ده منتشر جدا اي حد
يدخل يقول كلام سلبي يخلي الناس كلها عندها طاقه سلبيه. عشان كده بنقول كمان ان مواقع التواصل الاجتماعي اكتر المواقع اللي فيها سلبيات من كل اللي احنا بنشوفه. شوف يا دكتور يعني طب ايه رايك بقى في كلام يسرى؟ يعني حضرتك فسر لنا. احنا بس يا دكتور احنا ما هو من خلال الحلقه النهارده مروج اللي هو هل هو فعلا فيها علاج بالطاقه يا دكتور؟ لان هي قريه جدا فبتتشبه يعني ضحيه من ضحايا الطاقات السلبيه. هو يعني ايه واحد يدخل يقول ماده صعبه فادالنا طاقه سلبيه؟ يا لهوي طب ازاي اديها لكم؟ ازاي يعني عبها لكم في ازازه وشربها لكم ولا ايه يعني؟ ايوه جاب لنا الشعور السلبيه. ما الشعور ده يا بنتي اسمه احساس ليس طاقه. الطاقه دي طاقه غير منظوره وغير مرئيه وغير مقاسه ولا اي حاجه خالص. طب ما هو الايمان احنا مش بنشوفه ونحس بيه. هو في احنا عندنا نظريات وانا من ضمن مؤسسي هذه النظريه الوهم والايحاء. ان انا ودي كان بيستعملها المعلمين لما يدخلوا يحبوا يدوا دروس ولا حاجه هم ما يعرفوهاش. لكن بيمارسوها على الطلبه امثال يسرى وغيرهم. يدخلوا ايه؟ خلوا بالكم مادة اللغة الإنجليزية صعبة وانتوا لما سبتوش حيلكم فيها ربما ترسبوا، وإذا كمان ما وفقتوش فانتوا تلحقوا تحجزوا عندي وتاخدوا درس ربما ما تنجحوش وإذا ربما لو ما لحقتوش ربما تنفعوش وكده. هو بقى ادالهم طاقة سلبية؟ لا دي منطقة ودي منطقة خالص مفيش طاقة سلبية. أنا وهمت وهم وإيحاء. الوهم والإيحاء ده بيشتغل فيه المؤسسات العسكرية الكبرى سريعا كده يا دكتور عشان بيقولوا لي الوقت ما شاء الله الوقت بيجري معاك بسرعه قوي يا دكتور. ربنا يوفقك عليك. ودي من ضمنها الوهم والايحاء مش طاقه سلبيه. هنضرب بيها مثل في خط بارليف الحصين واحنا في شهر انتصارات شهر اكتوبر شهر 6 اكتوبر. اسرائيل ادت لنا وهم وايحاء ان ان ايه؟ ان احنا مش طاقه سلبيه بقى. ادت لنا وهم ان احنا نخاف. طب ان ده اسمه خط بارليف الحصين والجندي الشيء الذي لا يقهر. فابتدينا احنا نخاف جامد قوي. هل اديتنا طاقة سلبية؟ لا ملوش علاقة بالطاقة. لو صدرت لك انا وهمتك ان انت ضعيفة وان انت جبانة وان انت مش تقدري وان انا عندي قوة. ملوش علاقة بالطاقة ولا فيها أي طاقة. ده فيها شيء وهم وإيحاء منظور ومرئي. وادي الخط وادي الجندي العسكري الإسرائيلي وادي كده. لما احنا انتصرنا عليهم كسرنا هذه النظرية خلاص ما شفناهاش. طب يا دكتور يعني برضو يعني عايزين برضو هنوضح لكل سادة مش عايزين لان في ناس كتير من مش عاوزين بيستغلوا الناس. احنا برضو عايزين نعرف نقطة محددة يا دكتور اللي هي اهدافنا النهاردة من خلال برنامجنا. هل فعلا في علاج بالطاقة ام هو بقى وهم يا دكتور ومفيش اصلا حاجة اسمها علاج بالطاقة؟ مفيش علاج طاقة لان اساسا مفيش طاقة. ما هو انا ما عنديش طاقة سلبية ولو اي حد جاي يناقشني اقول له طب اشهالي انا دلوقتي انا عندي طاقة سلبية. تمام. قد ايه؟ تعرف تسالي؟ اقول له انت عندك طاقه سلبيه. لا انا اقول لك بقى ان ده تعب نفسي او مرض نفسي او بتمر بلحظه فيها اكتئاب. والاكتئاب له تعريفات كتيره مش مجاله. يظهر اثره في الاتي ان انا ابقى متعصب ابقى متنرفز يبقى هو بقى المفروض يلجا لدكتور صحه نفسيه. فدي ما لهاش علاقه بالطاقه دي لها علاقه بالامراض النفسيه وتخص الجزء الخاص بالصحه النفسيه. طب انا استاذنك يا دكتور عشان معانا بس اتصال من السعوديه دكتوره شاديه. الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور شادي يا حبيبتي ازيك عامله ايه؟ منورتينا. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور شادي حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي معاكي دكتور شادي يا دكتور احمد اتفضلي. يعني بس في تعليق بسيط فضلي. عايز الدكتور يوضحه مساله التفاؤل والتشاؤم وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني يقول بشروا ولا تنفروا. ايه علاقتها بموضوع الطاقه؟ سمعتي يا دكتور احمد؟ تمام. بنشكرك يا دكتور شاديه اتفضلي. شكرا دكتوره شاديه. اتفضل يا دكتور احمد رد بقى على سؤال دكتور شاديه. ايه بقى السؤال؟ قولي لنا انا جنب التفاؤل والتشاؤم. التفاؤل والتشاؤم يا دكتور فهي عايزاك حضرتك توضحها ايه علاقته بالطاقه يعني؟ ما ده هي كده بتثبت يعني هي مؤيداني في الفكره ان التفاؤل والتشاؤم ليس له علاقه بالطاقه اطلاقا. ولكن يخص باجزاء ما يسمى بالصحه النفسيه. اصل انا عندي الانسان ده صحه جسديه يعني واحد ممكن ان يعتل جسديا ويعتل نفسيا من ناحيه الصحه النفسيه. تمام. فيصاب ببعض الامراض ودي مش كبيره على حد. ممكن الانسان وهو في طريقه يصاب بمرض نفسي معين، يصاب بأزمة نفسية معينة، يصاب باكتئاب، كان حاطط قدامه هدف ما تحققش، حاطط كذا إلى آخره. التفاؤل والتشاؤم
موجود في حياتنا في الحديث الشريف تفائلوا بالخير تجدوه. طب علاقته ايه بالطاقه يا دكتور؟ ملوش اي علاقه بالطاقه. ملوش التفاؤل والتشاؤم، هو موضوع ليس له علاقه بالطاقه، بس بيعمل ايه بقى؟ له علاقه بس اقول لك الصحه النفسيه. مش الصحه الجسديه، الصحه النفسيه بتاعت الانسان بتعتل. اذا لم يكن قوي الايمان، ما الاعتلال بتاع الصحه النفسيه بيجي من ايه؟ من نقص الايمان. من ضمن العلامات بتاعت القوه الانسان بقوه منين؟ الايمان بالخير والشر والقضاء والقدر. خيره وشر، يعني انا اؤمن بالقضاء والقدر خيره وشر، لكن دايما احنا الانسان عايز الخير مش عايز الشر. التفاؤل والتشاؤم، هل لا طير وخيرها الفاء؟ المفروض احنا مطالبين احنا ما نتشائمش. لكن البعض بيتشائم، واللي بيتشائم ده بيجي في مرحله من المراحل بتبقى عنده متلازمه. يأس بقى يا دكتور. متلازمه خلاص، اكتئاب بقى. شفت انا استنى ليه الصبح يبقى الدنيا هتمشي؟ ما شفت الدنيا خلاص انهارت. شفت استاذ عبد الرحمن هيبقى الدنيا جميله وحلوه؟ ما شفتهوش يبقى الدنيا. شفت بيربطها باشياء اخرى، اشرب به الفول، شفت يا سلام الدنيا جميله. ما شفت الدنيا مش هتعدي. ده تفاؤل، هو اللي هيحصل هيحصل. يعني سواء انا شفت فلان او عملت كذا او فعلت كذا هيحصل ما سيحصل. المكتوب ما منهوش مهروب، زي ما كان جدتي قديما كانت تقول المكتوب ما منهوش مهروب. يعني ما قدر عليك من خير او شر سيحدث لك. تمام. ودي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم لما اردف خلفه الصبي قال له لابن عباس اني معلم كلمات فاحفظها عني. تمام. الكلمات اللي انا علمها لك ايه؟ قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. احنا لو حفظنا الله من ضمن حفظ الله نحفظ الله في كل شيء. اكيد طبعا. في السر والعلن وفي الحضور وفي عدم الحضور وقدامك طبعا. الى اخره. حفظ الله ما يكونش ان انا بيني وبين الناس انا بتاع ربنا وبتاع لا. حفظ الله يكون في كافه امور حياتنا. تمام. ما نبقاش ان احنا من ضمن حفظ الله أن تعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ندرك بشيء لن ندرك بشيء إلا وقد كتبه الله لك. أكيد طبعا، نعم بالله. اجتمعوا على أن يعني ينفك مش هنفك، لو يعني انتهت. لو اجتمعوا عشان يضروك مش هيضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، وإذا اجتمعوا عشان ينفعوك مش هنفك إلا بشيء كتبه الله عليك. يعني فما كتب وما قدر هو هيحصل. تشائمت تفائلت لا طير وخير والفاء، لكن أنا بقول إن البعض بيحصل فعلا. أنا أعلم ناس لازم يعني ما يصبح الصبح لازم تشوف حظك اليوم ما يحصل ايه وتفائل. لا ده في ناس كتير جدا يا دكتور فعلا عندها الموضوع ده حاجه اساسيه. حد يعمل لك عمل على رجل جمل، ادور اروح اشوف الجمل اللي هيعملها لا فلان النهارده هيقابلك حفره. ما هو انت ماشي في الطريق السكه بتاعتك فيها حفره، فلازم ما خدتش بالك منها هتقع. الكنترول على فكره بيكلموني معجبين بكلامك قوي يا دكتور، بيكملوا لي يعني المساله. ما احنا مش واخدين حقنا في لا هو انا ما الصحه والجمال دي بيتي يعتبر من بيتي الاول يعني. وبرنامجي اصلا يعني دكتور حضرتك من المؤسس طبعا يعني. يعني انا من قبل يعني من 2011 و2009 2010 يعني. تمام يا دكتور. احيانا بيجي الانسان ايه يتفائل، هو لو ايمانه قل هروح بقى لو مثلا يوسف بتعمل دجل وشعوذه ولا شفيه للطالع وقريل النازل واضربي لي الودع وشوفي لي راي الجدع والدنيا ما الدنيا هبوظ. لان ايه؟ ما خلاص انا شلت جزء من الايمان وحطيت مكانه جزء من الايمان اللي هتقوله استاذ يوسف وهم وخيال وخرافات حاجه ملهاش اي اساس خالص. ودي ولذلك ما احنا حذرنا من كده لانها تغير في المقادير، مش هتغير. تمام. لكن ممكن تغير في درجه ايمانك وتذبذب درجه ايمانك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يروح لكاهن او عراف يتكلم مع وثقه واقتنع بالكلام بتاعه فقد كفر بما انزل على محمد. يعني انا ممكن اقرا واستمع للي هيحصل والابراج اليوميه والبتاع، بس ما اعتقدش فيه اعتقاد جازم ان ده هيحصل. لا يعلم الغيب الا الله. طب واذا حصل؟ لا مش انت اللي هتقول لي في البرنامج هيحصل لك ايه ما حصلكش ايه، لان اللي حصل هيحصل ومكتوب قبل ان تولد وقبل ان تاتي وقبل ان تقول لي انت ايه اللي هيحصل. طب برضه يا دكتور طبعا انا عارفه ان حضرتك عندك خبره في موضوع الابراج ده، بمناسبه ان حضرتك ذكرته يعني. لا ده احنا نعمل حلقه عنها طبعا. انا طب بس سريعا كده عشان برضه جالي سؤال من الكنترول. علم الابراج بس ايه
بلاقي في علم الابراج وعلم الاسماء يعني يعني خدت معاك. طب نرد عليهم يا دكتور عشان هم من الكنترول فبيقولوا لي على السؤال ده يا دكتور يعني حابين يعرفوا من حد علم هل مثلا لما نقول ده برج الاسد ده صفاتك كذا وكذا وكذا هل دي حقيقه؟ دي حقيقه. ليه بقى؟ لان هو لما بتيجي بتجتمع احنا بتبقى نتيجه درجه طلعتنا من علم الطاقه على فكره في على الطاقه بالبروج ف بيحصل كالاتي انه بيحصل دراسه على مجموعه صفات معينه من البشر فبلا ما فلان ده بيبقى حامي بسرعه لما تقابله مشكله بيثور ويغضب ويتنرفز وبتاع تقول له طب حامي كده وناري كده لازم يطلع حاجه ناريه لازم هيطلع اسد يا اما هيطلع حمل يا اما يطلع قوس ان شاء الله. ده بقى يا دكتور هنعمل له ده حلقه خاصه بيه هنطلع بقى ونكمل موضوع الطاقه بتاعتنا سريعا قبل الوقت ما يجري بينا ان شاء الله بتاع نكمل موضوعنا يا دكتور بقى في موضوع الطاقه اتفضل. موضوع الطاقة بقى اللي انا بقوله ما فيش حاجة اسمها علاج بالطاقة لكن احنا بنعمل ايه؟ واحد عنده اضطراب في السلوك جال اضطراب في السلوك نتيجة ايه؟ نتيجة اكيد ازمة مر بيها الازمة اللي مر بيها دي بتخلي سلوكه غير منضبط المفروض ان احنا نشوف ايه؟ يعني يقولك مثلا ايه طاقة المكان ولو انت حطيتي مقص مفتوح الدنيا حبوز ورشي طب ما احنا ما رشيناش انت رشيتي فلفل وزيتون او خل وكمون او ورد عشان انا رشيت ما رشيتش والدنيا جميله وحلوه والحلقه ماشيه زي الفل والاستوديو ما ولعش ولا اي حاجه والدنيا ما فيش ما يعني ما فالدنيا المساله مش ان انا اسوق للناس يعني شيء كل ده يا دكتور عشان استرزق الناس دي بتعالج الناس دي بتفتح مقرات تقول لك تعالى اعالجك انت سلبيه يا نهارك ابيض سلبيه طب ازاي هخليك ايجابيه يا سيدي لا سيبني هو فعلا يا دكتور يعني طاقه سلبيه ايه وطاقه ايجابيه ايه بس دي كلها وهم انت هتروشني معاك هتعمل لي وهم يعني هو مش فعلا مثلا ما يكونش بقى سلبي زي ما حضرتك بتقول كده ويحوله بقى فعلا ولا في طاقه للمكان ولا في اي حاجه خلق الله العين ترى كل جميل وخلق الله الفطره الذي احسن كل شيء خلق سبحانه وتعالى صبغه الله الذي احسن كل شيء لما ربنا سبحانه وتعالى يخلق الشيء بالكمال والتمام هنجد ان ده موجود في صنعه الله عز وجل في خلق الله عز وجل ان العين فطرة انا تشوف كل جميل فلما حضرتك تدخلي مكان مليان كراكيب كتير صح طاقه سلبيه لا مش سلبيه هي العين ترفض ان ترى الا كل جميل فلما الاقي فيه كراكيب اشيلها لما اشيلها اقول ايه انا شلت الطاقه السلبيه من المكان يا نهارك ابيض. طب سريعا كده سلبيه ايه زي دلوقتي لما واحده تيجي تسيب المواعين في البيت تكركب عليها ما تغسلش الاطباق والبتاع طاقة سلبية بشوف المواعين والحاجات كده بتخنق وانت عشان سبتها تكوم عليك صح هي مش طاقة سلبية احنا اللي بنعملها يا دكتور اصلا وبنرجع نقول احنا عندنا طاقة ايجابية شيليها تقول لك بقت طاقة ايجابية مش ايجابية انت ادلت الشيء صح الخطأ وعملت الصح المكان يبقى مرتب يعني دلوقتي لما يجي واحد يخلف خمسة ستة مثلا وقاعد في أوضة وصالة ده انت هيجي له طاقة ايجابية وسلبية ازاي ده لازم حياته جحيم ما هو انت اللي قال الخمسه سته دول طب دول بقى قطع كلام حضرتك يا دكتور عشان خلاص الوقت قرب يخلص فدقيقه ونص كده يا دكتور فعجاله كده سريع تقول لنا بس نصيحه لكل الساده المشاهدين بالنسبه للعلاج بالطاقه كان وهم او حقيقه انا عندي سريعة. بقى في علاج اللي هو بيقول عليه بالطاقه علاج بالطاقه القرانيه انا دايما بقول الكتالوج بتاعنا القران والسنه احنا صنعه الله صح العربيه لما الخواجه عملها عمل لها كتالوج لو حصل كذا تروحي كذا البتاع بتسخن تعملي كذا ارادتير ميته تعملي كذا احنا ما بنروحش للكتالوج بتاعنا لما بنبوظ ما بنروحش للكتالوج نروح للكتالوج بتاعنا نشوف احنا ايه اللي خرب اعصابنا ايه اللي خرب نشوف عندي حاجات كتيره جدا تخلي تبعد عنك العين والحسد والبتاع اذكار الصباح والمساء 900% مش ما حدش بيعملها تمام يا دكتور دي من ضمنها لما الواحد يصحى الصبح يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الطاقه ده هو كله بسم ربنا مكر من يؤذيه او يطغى او يتكبر عليه معلش يا دكتور انا اسفه والله انا اما يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اما يقول يعني بشكرك يا دكتور معلش انا اسفه لان الوقت انتهى يعني يعني الطاقه السلبيه الوقت انتهى معلش بقى هنكملها ان شاء الله بقى يا دكتور ان شاء الله في حلقات ثانيه يعني لان الحقيقه الحديث مع حضرتك ممتع والوقت بيجري معانا بسرعه وان شاء الله هنكمل الموضوع لان الموضوع ده عايز مجموعه حلقات ان شاء الله بتاعنا شكرا لحضرتك على التاخير
واشكر حضرتك واشكر يسرى. اشكرك يا دكتور. واشكر اخواتنا المخرجين والمعدين. شكراً. كلهم فردا فردا. شكرا يا دكتور. لا نستثني منهم احد. شكرا يا دكتور. اشكرك يا استاذه يسرى ونورتينا النهارده. اعزائي المشاهدين ان شاء الله نكمل مع حضراتكم موضوع الطاقه باذن الله، وان شاء الله يا رب كده الحلقه النهارده تكونوا استفدتوا منها وعرفتوا موضوع الطاقه اذا كان حقيقه او وهم. بنشكركم مشاهدينا وبشكر ضيفي اللي كان منورنا ومشرفنا النهارده الاستاذ الدكتور احمد رز شحاته استشاري صحه نفسيه وتقويم سلوك، والاستاذه يسرى رشاد. شكرا مشاهدينا، بشكر كل فريق العمل النهارده، وكانت معكم نير الخولي. في امان الله.